السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم فيديو جديد نار جدا على قناة سوبر اسامة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنعمل فيديو عن عصير صنطور. زي ما قلنا لكم ان في ايه لسه بنجهز فيديو اصناف كده جامد، بس انا بالنسبة لي الحمد لله ما عادش بشغل اصناف، يعني انا الحمد لله ماسك ايه حتة حلوة كده عندي في القناة، فالقناة بتاعتها فريح يعني. النهارده يا جماعه الصنطوب، اللي ما يعرفوش الصنطوب عصير سعودي. تمام، ماشي. طبعا اللي قاعد في السعوديه والحاجات ديت، واللي سافر السعوديه اكيد ده العصير ده من اجمد انواع العصير اللي في البلاد العربيه، لان العصير طبيعي. هتقولوا لي طبيعي ازاي وبتشتغلنا والشغل ده؟ لا بصوا يا جماعه، ركزوا كده، هتلاقي مكتوب نسبه عاليه من فيتامين سي دوت في البرتقال بتاعه، وعندك في الفواكه المشكلة برضه نفس الليلة نسبة عالية في فيتامين سي وتوت مشكل. استنى بس استنى، ايه ده؟ طب ده مكتوب ازاي توت مشكل؟ وده نسبة عالية من فيتامين سي برضه. طب ما كله مكتوب من فيتامين سي، ده ازاي توت مشكل وهو مكتوب؟ ده توت مشكل اللي هو توت وفراولة مشكل، تمام؟ اللي هو توت أحمر وتوت أسود وفراولة، ثلاثة مع بعض، بس هم كاتبين عليه توت مشكل. وبرضه نسبة عالية من فيتامين سي. طبعا يا جماعة السعر بتاعه بيتباع بخمسة جنيه، تمام؟ طب وفي السعودية؟ في السعودية لا مش عارف، ممكن هتلاقيه بيتباع بريال أو بريالين، تمام؟ المستورد هنا شركة الشاهين، اللي هي بتاعت شاي السلام. بنجيب الحاجات دي منين؟ رسلان مش شركة الشاهين، هو أخذ يا جماعة. المستورد هنا شركة رسلان، اللي هي مستوردة شاي السلام اللي هو من السودان. طب ممكن نشرب بقى عشان أنا جعت؟ ممكن نشرب. وعطشان؟ ممكن. نبتدي بإيه؟ نبتدي اللي في ده شكله حلو كده، وإيه بطيخ. بطيخة؟ ماشي، هنبتدي ببطيخة. نروح ونبدأ بأول نوع وهو التوت المشكل. التوت المشكل خليك زي ما انت. نجيب كوباية. ايه ده؟ ما انا مش الكوباية اهي والعصيرة اهو. ايه؟ استنى انضف دي كمان عشان ما تنضفش. انا بغسل هوريكم يا جماعة، بغسل الكوبايات من غير ما نتشفى. سمك العصير والطعم طبعا والحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا معلم معلم في الصوت، اروح اجيب مزيكا قبل ما يصوت. انت عايز تشرب؟ انت عايز تشرب لوحدك؟ بس العصير ده طعمه جامد يا يوسف وعزيز عليا. طيب انا محتاج فيتامين سي وبي وكاكا. عامل شبه ايه يا جماعه؟ عامل شبه الشكل بتاعه قريب من عصير التفاح. عندك حق، شايفين؟ ماشي، هو ما بينزلش. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه عندنا هنا زبالة؟ ايه ده؟ اكشن. بصوا يا جماعة، هو طعم هو قريب جدا 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 من عصير التفاح. هو طعم الفراولة مش باينة فيه، ده أول حاجة. التوت برضه مش باين أوي. لا ما بحبش العصاير دي، لا بحس ان انت طعمها دوا. لا مش لا دوا 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 لا 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 لا, لا, لا طعمه وحش. لا لا التوت كنت متوقع اكبر من كده. لا ماشي، بص كتقييم انا يعني اديله 5 من 10.
خمسة من عشرة. ماشي، مش ما يعني انا شايف ان مش هو ما لذة فيهوش حاجه. عصير التوت، لا هو انا مش شايف ان هو ما فيهوش اصلا. بعدين خفيف جدا، مش اللي هو قوي كده في الطعم. صح؟ اللي بعده يعني جينا نشرب تاني. ياه، لا لا لا، طعمه فواكه مشكلة. ممكن ده يكون حلو، ممكن ده يكون وحش. طب ما نشوف الفواكه المشكلة دي. من؟ برتقال، أناناس، مانجا، وموز، ومشمش. هو كل ده من المفروض كاتبينه فين؟ هندوق ونشوف. نسبة عالية من فيتامين سي، بس أنا ما حسيتش إن التوت ده فيه نسبة عالية في فيتامين سي خالص. هو مثلا بيكون في العصير انما مش كطعم. لا بس انا الصراحه لا، ما لا عجبنيش ده ما التوت خالص. عجبنيش التوت، أنا كنت متوقعه أجمل من كده. يعني انا بصوا، انا عندي اقتراح حلو. اللي عايز يجرب ابنه دوت، مش ممكنش طعمه وحش، هدى. انا بتكلم بجد ولا بهزر؟ ماشي يجيب خلاص. ده طعمه ايه؟ تحس ان هو دواء اطفالي. انا هيبقى شكله حلو ده. ما ظبطتش زي كل مرة. ما بتعرفش تصب، بتصب ليه؟ خلاص كفاية، انت هتشرب كل ده؟ آسف يا جماعة على الشرشرة. شرشرة؟ طرطرك. احنا بهدلنا الدنيا. فحد هينفخنا. هي مش بزبطة ليه؟ دوت شكله قريب من السمك بتاعه، مش تقيل. شبه ايه ده يوسف؟ عامل شبه العصير البرتقال، هو شكله شايفين عصير برتقال المنظر؟ بس السمك بتاعه سمك بتاع ده السمك شكله بتاعه برضه مش تقيل. خفيف. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. خد الملعبة دي جنب بعض، دي مليانة مش فاضية، الفاضي بترميه على طول. برضو مش طعمه كوكتيل خالص. طب انت، انا عايز افهم، السلطون بده للفيتامين سي بس؟ هو عموما عصير طبيعي، بس الكوكتيل بتاعه أنا شايف اللي بلع خالص. لا بصوا، انا اللي مستعمله في الكوكتيل ده حاجة واحدة، البرتقال، ما فيش اي حاجة تانية. بس هو البرتقال ده على الطعم عموما. تجيبه ارحم من التوت ده. ما فيش غلطان برتقال فيه. ده يا جماعة برضو 5 من 10. لا ده عشان ليه طعم وسمكه حلو، اديله 6 يعني. ده ليه طعم، انما التاني ما كانش ليه طعم. بس انا شايف ال برضه ما كانش حلو، هو مش حلو ما دلوقتي، واو عجبنيش. يعني. لا ما عجبنيش. بس هو 6 عشان ليه طعم، هو يعني 3 عشان ليه طعم. اللي بعده غير كوباية بقى عشان اتفق. ادخل على عصير الاناناس، وانا من هواة عصير الاناناس لاني وانا بحب عصير الاناناس جدا جدا جدا. وانا بس برضه، بس ده لو ما عجبنيش. انا حاسس ان هتلاقي العصير في الاناناس طعمه جامد. لا بس خلي بالكوا، ده لو ما عجبنيش انا هنزل فيه نازل دم. انا بص، انا بدوق اناناس يعني بالمظبوط، يعني ده ليه طعم مخصص. يلا عشان طب بقى ما تسيبناش. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقول ما ضغطش قوي عشان كفايه، عشان تقول لي فاطمه. شكله، لا شكله حلو،
وبعدين مش خفيف جدا، السمك بتاعه اتقل من السمك جماعة اللي فات. هيبقى حلو، ليه ريحة يعني. أنا السمك بتاعه مختلف عن عن التوت وعن الفواكه المشكلة، يعني أنا شايف من العصير ريحة. راحته عاملة شبه الأناناس اللي في الكنزات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ جامد قوي، فظيع. ايه رأيك؟ فظيع، طعمه حلو قوي. تحس ان هو مش الناس اللي بتشرب، لو مثلا زي الجهينة لا يا جماعة، فين الأناناس؟ والبيتي، الناس اللي بيتاكل. الأناناس اللي هو في العلب، اللي هي العلبة دلوقتي وصلت 35 ولا 37 جنيه، اللي بنجيبها الناس العيانين دول. اللي هو الأناناس والخوخ والبتاع دوت اللي هو في العلب، طعمه طعمه المية بالمية. بتاعته بالظبط. لا جامد انا اعتقد جامد، وبعدين بصه مش خفيف خالص، يعني في حبيبات كده باينة خفيفة جدا. الحق طعمه فوق الممتاز. ده احب اشرب منه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، بس هو فيه فظيع. لذعة كده، لذعة صغيرة، بس لا تحس ان بتظبط هو جدا، الناس طبيعي، مش الناس احلى بقى، ولا جوينا ولا بيت ولا اي حاجات من ديت، هو مختلف جدا في الطعم. انا شايف اللي ياخد 9 من 10 لا من انا غير ولا كلمة. كتقييم اللذعة دي هديله 8 من 10. لا انا حبيت الطعم ده جدا هو جدا طعمه حلو جدا. وطعمه جميل جدا جدا جدا، وطعمه كان الناس اللي بتاكل، وطعمه كطبيعي، مش لا زي اللي طعمه عاملينها. طبيعي جدا 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 جدا. جميل جدا، بس انا كان تقييمي اديله 8 من 10 لان لزعه فيه كده، مش تحس ان هو هيبقى اول ما تشربها. ماشي، هندخل على اللي بعده. نخرب البيت اللي بعده. بصوا يا جماعة، عصير سنتوب عموما أشهر طعم فيه طعم البرتقال ومن اللي زمان احنا هندوقه دوت، وأكتر ناس دقت السنتوب معروف السنتوب بالبرتقال. بس انا بقالي يا عم كده، بقالي كتير جدا ما شفتش الصندوق، بقالي 2 او 3 سنين ما شفتوش. بس هو الحق معروف طول عمره بعصير البرتقال بتاعه اللي هو طبيعي جدا. كنت حاجة بشوفها لما اشوفها على سبيس تون. نعمل الاختراع، اختراع يا كوتش. كده ما بتسكتش. ماشي، أهم حاجة تبقى مركز اللي ما توقعش. ايه بس النظام ما يشوفش الجيم ده كفاية، ده اشرب كل ده. انا بحب البرتقال. طب خلاص خلاص خلاص، طلعت الدنيا. شايفين السمك بتاعه؟ هو مش تقيل ومش خفيف، يعني يعتبر بين البنين. لا انا شايف السمك ده تقيل. ليه بقى؟ لانه برتقال. الريحة بتاعته ريحته حلوة، ريحة لا البرتقال بس لا برتقال. لا ماشي، ريحه البرتقال بس ريحه الاناناس كانت افضل من الريحه، كانت كانت اعلى من الريحه دي. يعني ليه ريحه اقوى من دي كمان؟ خد حد جنبك. ماشي، اديني يا بهدل. ماشي، هو زي بتاع زمان بالظبط. سمكه تقيل طعمه ماشي، فظاع ولونه تحس انت بتشرب بيضة، لونه تحس انت بتشرب بيضة. بيضة ايه؟ بيضة 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 بيضة، حلوة أوي. نفس اللذعة اللي في عصير الأناناس، يعني هما الحاجة الحلوة اللي بيعملوها بيحطوا بقى اللذعة دي. وطعمه حلو وزي بتاع زمان بالظبط، حلو جدا. بس هو اللذعة دي يا جماعة بتفرق معايا ما جدا. يبدأ عشان هو تصير طبيعي، فهو لازم يبقى فيه الطعم ده. لا جميل قوي، البرتقال والاناناس
حاجة فظيعة. حاسس ان هو تيم صعب ده نمشي عشان كده طبيعي. ماشي، انا ده تقييم هديله 9 من 10، لان وانا برضه ده اللي الاساسي ده بتاع الاساسي. الاساسي بتاع الصندوق اصلا يعتبر. تمام، لسه مخلصش. خلص عادي. تمام. تمام، وبعد يا جماعة ما خلصنا الفيديو ما تنساش لايك واشترك واشتراك، وفعل زر الجرس عشان ولو يوصل عجبك لك. الفيديو دوس لايك تاني. دوس لايك كمان مرة وفعل زر الجرس لا واشتراك. اوعى، لا استنى، دوس لايك كمان مرة. ايه ده؟ افرض ديس لايك ولا حاجة. هيبقى ماشي. افرض مثلا ديس لا، لايك ما عشان لو كان وشاف الحتة عشانه مثلا دسلايك التانية حلوة راح دايس ديس لايك، يبقى ايه عملت بقى دلوقتي؟ مش مهم، هو اهم حاجة يدوس وخلاص، خليه يظبط. ماشي، ما تنساش لا، ولو بالاشتراك، عجبك الفيديو هتعمل لايك، ما عجبكش الفيديو دوس دسلايك عادي. اشتراك ولايك وفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل فيديو او انا حد تخش على القناة عشان تحت في الديسكريبشن برضو عشان تخش تتفرج على الفيديو الجامد اللي انا لسه عامله لاسامه من 4 ايام. بس فيديو ايه؟ قشطه قشطه يا جماعه. قلت لك بصوا ستك فين؟ من ده، ما كسبتكش؟ ده تحدي اختيار، هو كان تحدي في ماشي. بقى. بصوا وجبه هتجيله، بس لازم تروحوا تشوفوا الفيديو. مش هقول لكم وجبه من فين، هحط لكم لينك القناه بتاعتي في الديسكريبشن، ولازم تفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل فيديو تقوم تقوم تسحب من النوم تعمل كده. ماشي، تشوف اللي منزل ايه منزل، خش اتفرج على الفيديو، خش اتفرج على الفيديو. ما تفضلش قاعد على التليفون 24 ساعة ببجي. مش عارف، ايه كده؟ سيبك من بابجي وانت اتفرج على الفيديو، عشان هعمل لك اصناف تانية جديدة. احنا ابتدينا نخف شوية في التحديات وهندخل دخلة جامدة على الاصناف. يا جدع خش دوس لايك بس، يا جدع يا جدع خش. طب خش بس اتفرج، ما تدوس لايك. حد قال دوس لايك؟ ما تدوس، غمض عينك ودوس لايك. حلو كده؟ هيدوس ديس لايك. حسب طبعه بقى ما يجيب. كاتب نهاية الفيديو النهارده، ونشوفكم فيديو جديد نار نار جدا. جدا. سلام.